ترى أساس سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة القداس الإلهي للأحد الثالث عشر من لوقا، وذلك في كنيسة ميلاد السيدة العذراء جبل التاج بمشاركة الأب جورج خوري وحضور شمامسة وعدد من المؤمنين من أبناء الرعية. وأشار سيادته بعظة القداس إلى أن المسيحية ليست مجرد ديانة ونظريات أخلاقية، إنما هي علاقة حقيقية بالإله الواحد، وأن المسيح هو الطريق والحق والحياة، ولا يمكن لأحد أن يصل إلى الآب إلا بالابن. هون أبنائي منشوف قديش مهم إنه نحن كمان نلتقي بالمسيح، وهذا الشيء اللي بتقدمه الكنيسة. الكنيسة هي جسد المسيح، وعشان هيك نحن هون في الكنيسة منلتقي بالمسيح، ما منلتقي فيه ببعد نظري، ولا نحن منتبع المسيح من أجل الإنجيل ولا من أجل تعاليمه ولا من أجل أي نظرية أخلاقية علمنا إياها، ولكن نحن منتبع المسيح من أجل المسيح، لأنه لازم نلتقي بالمسيح. فالهدف مش هو الإنجيل، ولا الهدف هي تعاليم المسيح، ولكن الهدف هو المسيح، إنه نلتقي بالمسيح، نشوفه، نلمسه من خلال المحبة. كل الديانات بتتكلم عن الإيمان بالله. شو بتحكي الوصية الأولى؟ أحبب الرب إلهك من كل قلبك، من كل ذهنك وفكرك إلى آخره. المطلوب إنه، وهذا هو عشان هيك المسيحية مش ديانة، المسيحية هي الحقيقة المعلنة المتجسدة بالإله المتجسد اللي كشف عن الحقيقة الأبدية الكونية السماوية وأظهرها إلنا، كشفها إلنا، ونحن منعيشها هون في الكنيسة. فالإنجيل مو هدف، ولكن الإنجيل هو الطريق. تعاليم الله، تعاليم يسوع مش هي الهدف، ولكن هي الوصفة الطبية حتى نتطبب، حتى نتعالج، حتى نطيب، حتى نتنقى، حتى نتنهر، حتى نتطهر. ليش؟ لكي نرى المسيح، عشان نشوفه، عشان نلتقي فيه، عشان نحبه زي ما هو أحبنا. وفي ختام عظته تضرع سيادته إلى الرب الإله أن يحفظ هذه الرعية المحبوبة والمحروسة من الرب بشفاعة أمنا الفائقة القداسة شفيعة هذه الرعية، ويعطي أهلها الطيبين كل بركة ونعمة من لدن الرب، وخصوصا في هذه الأيام المباركة.